مساء الخير يا ميدو. مساء الخير يا كابتن حازم، عامل ايه يا بطل؟ اخبارك ايه؟ وحشني يا كابتن. في مصر ولا سافرت؟ لا انا في ابو ظبي ان شاء الله، عندي تحليل ماتش ارسنال وويجن النهارده بالليل ان شاء الله. بالتوفيق يا ميدو، محلل كبير ان شاء الله، وبتمتعنا دايما بالتحليل. ربنا يخليك يا كابتن حازم. طيب انا عرفت ان انت كنت بتتفرج علينا وعايز عندك حاجه عايز تقولها، اتفضل يا ميدو عن نادي الزمالك. صح؟ لا انا بس كنت بتفرج. انا فعلا لما في ناس بتقول حاجات معلومات غلط دماغي بتاكلني. فلو قلت حاجه غلط قول. قلت له لازم اكلم. قول صحح لي. كان بيتكلم وكيل اللاعبين اللي بتاع الجون بتاع الاسماعيلي. اوكي. امير. وكان بيتكلم في نقطه ان هو ان اللعيب عشان هو فري ايجنت وعشان هو مش ما مضاش عقد محترفين ان هو من حقه ان هو يوديه اي نادي في اوروبا، والنادي في اوروبا يدفع له حق الرعايه. تمام. عايز اصحح بس المعلومه ان الفيفا اصدر قانون الموسم الماضي ان حق الرعايه انتهى، ما بقاش يعني ما بقاش موجود. خلاص. الفيفا عمل قانون جديد ان كل نادي عايز يمضي لعيب من عنده في 18 سنه ومش ماضي عقد مع ناديه ان هو يدفع لناديه 90,000 يورو لكل سنه تعد من اول سنه 12 سنه. يعني الحارس الاسماعيلي ده دلوقتي لو عنده 18 سنه 19 سنه يبقى ثمنه 700,000 يورو لو اي نادي عايز ياخده. ده لو قاعد من لو كان عنده 12 سنه في النادي. يعني لو هو من عنده، يعني افرض هو راح مثلا عنده 15 سنه، لو هو من الناشئين بيتحسب له من اول سن 12 سنه على كل سنه 90,000 يورو. حتى لو راح مثلا عنده 16 سنه 15 سنه يتحسب كانه 12 ولا يتحسب من اول مراحل الناشئين؟ من اول مراحل الناشئين بقى. بس هو لو هو اصلا من مدرسه الكوره يبقى 900,000 يورو. هو اصلا من مدرسه الكوره، يعني انا مثلا في نادي الزمالك مثلا عندي 9 سنين. لو جيت انا لما جيت مشيت من نادي الزمالك انا مشيت عن طريق حق الرعايه. ده كان النظام بتاع زمان. صح. بيعملوا لجنه ويعملوا لجنه ويشوفوا حق الرعايه كام وتبقى حاجه تقديريه وتدفع عن طريق تقسيط وكده. دلوقتي في تحل القصه دي. الفيفا راح قايل لا، ان اي لعيب اي نادي عايز يمضيه ان هو عشان اماتور لسه ما وضاش عقد يتحسب له عن كل سنه قضاها في النادي 90,000 يورو. تمام. يعني ده خلاص، يعني ده اي حد هيمشي من غير ما يمضي مع نادي 900,000 يورو ده خلاص، يعني ثابت فيكس في كل الارقام، يعني مفيش حاجه بعد كده بقى. مفيش، خلاص مفيش الارقام اللي هي ان هم يعني الفيفا رايح دماغه، ما بقاش فيه خلاص ان هي اللجنه ان هي تعمل لجنه والناس بقى كل مره كل لعيب بكام والحاجات دي. والنادي نعم يا كابتن؟ يعني يفصل بقى كل لعيب عدد ايه ويبقى ياخد كام، وكل نادي يختلف عن النادي الاخر. دلوقتي بقى رقم ثابت على كل الانديه 90,000 يورو عن كل موسم. رقم ثابت على كل اللعيبه من اول سن 12 سنه 90,000 يورو تحسب على كل سنه. يعني هو لو مشي عنده 18 90,000 يورو في 6 حوالي 500,000 مثلا، حوالي 500,000 يورو 520,000 يورو. لو راح النادي عنده 14 سنه يتحسب 4 سنين في 90 يبقى الرقم. انا بشكرك يا ميدو على المعلومه دي، على فكره ان انا اول مره اعرفها. انا كمان بشكرك عليها بجد، لان اول مره اعرف المعلومه دي، وانت فعلا يعني عالمي. واضح انت شغال في، هتشتغل ايجنت ولا ايه؟ الحاجات دي تعرفها منين؟ لا لا لا، انا بالعكس، انا بقول لك ان انا دايما بحب اقرا الحاجات الجديده على الفيفا، واخش الويب سايت بتاع الفيفا وكده. والمفروض على فكره كابتن حازم جزء من شغل وكلاء اللاعبين الرئيسي ان هم يبقوا على 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 درايه بالابديتس او بكل الجديد اللي بيحصل في قوانين الفيفا. ده انا اتمنى ان امير ده يكون بيسمعنا دلوقتي يكمل معانا عشان يعرف اللي انت بتقوله ده، عشان يوجه نفسه، لان كده الموضوع يختلف تماما عن اللي هو كان بيقوله. يعني بالظبط، لان هو بيتكلم ان هو اللعيب لو ما راحش النادي الاهلي، طبعا احنا ما بنتكلمش عن النادي الاهلي او الزمالك او حاجه، او ما بتكلمش على اللعيب ده، انا بتكلم على القانون بصفه عامه. فهو دلوقتي ماشي بفكر ان هو طب انتوا لو انتوا ما وافقتوش طب انا هوديه غصب عنه انكم نادي في اوروبا ومش هتاخدوا ولا مليم. لا طب ممكن امير تخليك معايا، هو امير عايز يخش بس يقول حاجه، ممكن تخليك معايا التليفون هسمعه بيقول ايه؟ طبعا عشان طبعا. انت بس قلت لي حاجه، بس انا ما بقاش فيه يعني موضوع ان هو يعني ياخده شخصي او حاجه. لا لا لا، الناس محترمة كلها وبنحترم الناس كلها. طيب نروح لأمير. طيب هو هيبقى معانا على التليفون. طب ميدو عايز اسألك سؤال تاني يا ميدو، بما انك انت معانا على التليفون نستغلك شوية. ما اعرفش انت بتتابع موضوع نادي الزمالك، انت اكيد ابن نادي الزمالك فلازم اكلمك عن نادي الزمالك. مش عارف انت بتتابع موضوع اللجنة. طيب خليني قبل ما اسألك هاخد أمير بس اسأله السؤال وارجع لك تاني يا ميدو بعد اذنك. أمير مساء الخير. خير يا كابتن حازم.
ما اعرفش كنت تسمع معنا الحلقه ولا لا. اه سمعتها. طيب يعني ده كلام الكابتن ميدو عن اخر مستجدات الفيفا، وبيقول يعني ان هو ده الطبيعي دلوقتي ان اي سنه اللعيب قعدها 90,000 يورو، فبالتالي انا ما اعرفش مسعد قعدها قد ايه في النادي الاسماعيلي. لا لا، هي كلام كابتن ميدو. انا مع احترامي له يعني. هو اتحاد الكوره مقسم كل الفئات، كل بلد يعني مثلا حق الرعايه في غانا. الاتحاد الدولي مش اتحاد الكوره. اه الاتحاد الدولي. حق الرعايه في غانا مش زي حق الرعايه في انجلترا. تمام. حق الرعايه في الاهلي مش زي حق الرعايه بني عبيد مثلا عندنا في مصر، الاثنين في مصر، الاثنين في مصر. هو الاتحاد الدولي عامل كل بلد لوحدها يعني؟ اه في كاتيجوري لكل بلد. طب ومصر كام بقى؟ في افريقيا اصلا مفيش كاتيجوري اول خالص، يعني النادي الاهلي مفيش كاتيجوري اول. ثاني وثالث ورابع. طب اللي هم كام يعني، كام في السنه بيدفع عن كل سنه؟ كل سنه 10,000 دولار، والكاتيجوري الاخير 2,000 دولار عن كل سنه. هي بتتحسب ازاي؟ بتتحسب ان النادي مثلا، النادي مثلا في غانا زي اكس، نادي اكس هيصرف على كام فلوس كام عشان يطلع لعيب زي مسعد. هي بتتحسب يعني بتتحسب بقيمه النادي الماديه، فبالتالي ما مش هيدفع فلوس كتير. أيوة. فبالتالي ما ياخدش منه فلوس كتير. دي وجهه نظرك يعني. انت عارف اللائحه دي وعارف البند ده طبعا. كده انا وكيل معتمد وانا ناجح من يعني، انا من الوكلاء للناجحين مثلا جايب. بشكرك يا امين. وجهه نظرك. طيب خلينا ناخد ميدو معايا. ميدو يعني هو وضح بيقول لك لا انا قريت وبتختلف، وهي يعني فئات مصر. هو اللي هو شايفه صح يعمله. انا بقول لكم نصيحه، لان انا مش عايزه يشتغل في الديل او في القصه عن بشكل معين وفي الاخر يكتشف ان القصه حاجه ثانيه خالص. انا بقول لك احدث تطورات الفيفا، انا ما كنتش عايز اخش مداخله. انا يعني انا طبعا هو اكيد طبعا شخص مهذب ومحترم، ويعني ما فيش اي حاجه، لكن انا بقول لك معلومات عن طريق اكبر وكلاء اللي قاعدين في العالم، اللي انا اشتغلت معاهم طول حياتي. وانت عارف ان انا راجل كنت شغال مع مين، ورايولا اقوى اكبر لعيب. طبعا رايولا ده اللي ما يعرفش ماسك دلوقتي احسن لعيبه في العالم، ابرا وبالوتيلي وبوجبا، يعني احسن لعيب على مستوى العالم. طيب انا عايز يعني عشان وقت يا ميدو هيخلص بسرعه جدا. مش شخصا الموضوع كابتن حازم. لا 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 مش شخصا ولا حاجه. بنشكرك على النقطه اللي انت تحتها، بس انا عشان وقت خلص يا ميدو، فعايزك بس اسالك في دقيقه واحده. موضوع انت ابن نادي الزمالك وليك شعبيه كبيره في نادي الزمالك والناس بتحبك جدا، انت رايك ايه في الموضوع بتاع اللجنه؟ موافق عليها انها تيجي والمجلس ده خلاص كفايه عليه كده، ولا شايف ان هم يقعدوا شهرين ثلاثه ويمشوا خلاص والدنيا تخلص؟ يعني انت وجهه نظرك كراجل. لا انا بفضل. انا بكل صراحه انا متابع الموقف كويس جدا. يعني رغم اختلاف الكبير مع مجلس الاداره الحالي، لكن انا شايف ان مجلس الاداره الحالي لازم يفضل موجود لغايه الانتخابات، ولازم يفضل موجود في التوقيت ده بالذات. يعني طب ميدو، ما الناس بتقول هو الشهرين دول هيفيدوا له، هيعمل ايه؟ ما هو كده ولا كده مثلا الدنيا. انا اقول لك يا كابتن حازم، اقول لك نادي الزمالك بيمر بمرحله خطيره جدا على مستوى اللعبات الرياضيه، واهمها طبعا فريق كره القدم. النهارده داخلين على على بطوله، مرحله مهمه جدا، بطوله الدوري، داخلين على دوري مجموعات بطوله افريقيا، داخلين على تجديد اللاعبين. والنهارده لو جه مجلس تاني هيبتدي من سكراتش، او هيبتدي من اول حاجه، من يعني هيرجع يبتدي من تاني، ان هو هجدد مع اللاعبين، وممكن يعملوا لجنه كره مختلفه، وممكن يعملوا لجنه تعاقدات مختلفه. القصه هتبقى صعبه جدا. انما النهارده انا عايز اعرف ايه الهدف، يعني انا ايه الهدف؟ طب ما تسيب مجلس الاداره موجود و يعني على اسوء الظروف، وهم ماشيين كلهم اعمل لجنه يعني. اعمل لجنه اعمل لجنه ان هي تدير الانتخابات يا كابتن حازم، ويبقى مجلس الاداره ملوش اي علاقه بالانتخابات القادمه. برضو انا فاهم ان في ناس بتبص لها من ناحيه ثانيه، ان وجود المجلس هياثر على انا شايف ان هي مش هتاثر على حاجه. وياما كان موجود مجالس ادارات انديه قبل كده كانت موجوده، وفي الانتخابات الناس فيها سقطت ما نجحتش. تمام. انا بشكرك يا ميدو، شكرا جزيلا، ونتفرج بالليل ان شاء الله، اتمتعنا في التحليل باذن الله. بشكركم اعزائي المشاهدين، حلقتنا خلصت. بشكركم، وبكره ان شاء الله نكمل في نفس الميعاد.